لكم معانا وحلقه جديده من سفره طبيعه صدى البلد. معاكم توته مروه. الجو دلوقتي يعني حر جدا فعايزين نعمل ايس كريم. انا مش عايزه نبتدي مقدمه طويله لان الوقت معايا زي ما انتم عارفين بيكون صغير جدا، فعايزه الحق معاكم اعمل احلى ايس كريم. انا مش هحط قشطه ولا احط كريمه لباني ولا احط اي حاجه مكلفه، هحط مكون واحد هو اللي ممكن يكون مكلف شويه لكن اقدر استغنى عنه. يعني حطيته تمام جدا، ما حطيتوش مش هيأثر في الوصفه، اللي هو الحليب المكثف. ايس كريم النهارده اقتصادي، هنعمله خلطه على النار هتخلي طعمه كريمي جدا وطعمه دسم وفيه المطه الحلوه اللي دايما بناكلها من بره من محلات الايس كريم. تعالوا نسمي بالله ونبتدي نشوف مقاديرنا مع بعض. عندي مرحلتين، المرحله الاولى اللي هي بتكون كوبايتين من اللبن، وطبعا لو عندك لبن بلدي يكون افضل بكتير، هيدي طعم دسم للايس كريم بتاعي. انا هعمل الاساس او البيس بتاعي واطلع منه بقى الطعم اللي انا بحبه. مرحلة اولى عندي كوبايتين من اللبن، تمام، وعندي معلقتين كبار من الدقيق ومعلقه كبيره من النشا. هي معلقه كبيره دي ومعلقه كبيره نشا، فانا ممكن لما تنزل بس على الشاشه نعدلها بعد اذنك يا سباح. يبقى كوبايتين من اللبن، معلقه كبيره من الدقيق، معلقه كبيره من النشا، معلقه كبيره من الزبده، تمام. عندي المرحله الثانيه عباره عن ايه؟ عباره عن انا ممكن بس المقادير دي اللي هيصورها، معلقه كبيره بس دقيق مش معلقتين، لتر ونص من اللبن المتلج. اللبن عندي يكون في الفريزر، يعني يكون فيه قطعه تلج. يفضل كمان البوله بتاعت العجن بتاعتك والويسك بتاعها يبقوا برده في الفريزر. عندي 3 كوبايات كريم شانتيه خام بدون سكر، تمام. التكه بقى اللي هتفرق فعليا في طعم الايس كريم هو المكون ده. الايس كريم بالطريقه الاصليه بيكون فيه صفار بيض. طيب انا مش عايزه احط بيض لان انا البيض اللي عندي مش مبستر، يعني ما اقدرش استخدمه بصورته الطبيعيه كده. استبدلته انا بايه؟ ويمكن دي اضافه من عندي اختلفت قوي في طعم الايس كريم، هو الكريم كراميل. الكريم كراميل عباره عن بيض ولبن، فانا استغنيت عن البيض بالكريم كراميل، مش هيأثر ابدا على الطعم بل هيديكي طعم غني. وكوبايه حليب مكثف بين قوسين اهي كاتبه لكم اختياري. طيب الطعم بتاع الفراوله هنقوله واحنا شغالين مع بعض عشان الحق بسرعه ابتدي في المقادير عشان الوقت بتاعي ما يسرقنيش. طيب الخطوه الاولى او المرحله الاولى اللي انا المفروض هعملها للايس كريم هي عباره عن مهلبيه، ما فيهاش اي حاجه صعبه، بس انا عملت ميكس بين الدقيق للسمك والنشا للنعومه، فالميكس ده برده هيفرق جدا معاكي. طيب تعالوا نسمي بالله ونشوف مقادير اللي في الاول هنعمل ايه. ادي عندي المرحله الاولى، كوبايتين من اللبن. ايوه فكرتيني، 5 دقايق كده ايه فكرين. وعندي معلقه الدقيق وعندي معلقه النشا. لحد دلوقتي انا بعمل ايه؟ اجيب كده الويسك، تعالوا نشوف الويسك فين اهو. انا بعمل مهلبيه يا امنيه. ازيك؟ صباح الورد يا روحي. بصي انا طلبت منك امبارح الايس كريم، لقيتك بتقولي شوفي الايس كريم. انا لقيتك كاتبه لي كومنت امبارح بتقولي يا توتو الايس كريم، قلت لك ده قلب الام بقى، والله ده قلب الام. انا عينيا ليكوا والله. ايه وتلفهولي كله كده وعايزاه كله اكله النهارده. هيسيح على ما يوصل، هتبقى بسيسه على ما توصل لك يا ام. تعالي انت هاتي الولاد وتعالي تنوريني والله. انا جايه خلاص. حبيبتي يا امنيه ربنا يكرمك وفرح قلبك وصباحك زي الورد. صباح الفل يا صباح النور يا روح قلبي. طيب بصوا بقى، دي ركزوا كده معايا، دي بعد ما تغلي عندي يا عمر كاني بعمل مهلبيه بسيطه جدا اللي هو اي حد يدخل يعملها، بس الفكره اني عملت ميكس بين الدقيق وبين النشا عشان اخد التقل واخد النعومه، والتكه دي هتفرق معاكي قوي في الايس كريم. طيب هسيبه على النار لحد ما يغلي. بعد ما يغلي هو هيبتدي يقول ان الطاسه بتاعتي الكازرولة بتاعتي كانت سخنه، هسيبه عندي يغلي. بعد ما يغلي هيبقى بالقوام ده، انا عايزاه تقيل كده، تمام. اهو شايفين هو ده الاساس اللي هيعمل لي ايس كريم حلو. دي دافيه عندي، انا عاملاها لسه قبل الهواء على طول، اول ما تخرج عندي من على النار هروح عامله ايه؟ هروح مزوده حته زبده. واتفرجي بقى على الطعم، هسيبها تسيح من السخونه. شايفين بتسيح ازاي؟ لان عندي البوله دي بالفعل كانت سخنه، يعني دي لسه يا دوبك انا قافل عليها قبل ما نخش الهواء على طول اهو. شايفين؟ هسيبها تسيح من الحراره، ودي عندي هسيبها تغلي على الناحيه الثانيه لحد ما تتقل. مهلبيه عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه. طب تعالوا بقى نشيل حاجتنا كده عشان عندي لسه كذا طعم عايزين نعمله مع بعض. تعالوا كمان نشيل الزبده اهو. في ناس هتقول لي طب انا ايه اللي اوجع قلبي ليه واروح اعمل ايس كريم في البيت لما انا ممكن اروح اشتري كيلو بره او العلبه ب 30 جنيه؟ لا بيفرق طعم البيت
لا والله اللي ادوقك بقى يا استاذ سيبان، عارفه انك ما بتدوقش بس هندوقه غصب. زي استاذ سيبان هو يقول لي ان هو لا بيشتروه من بره، لا الايس كريم من بره انت مش عارفه هو حاطط ايه ولا عارفه الخامات المستخدمه. انت في البيت لبن كريم شانتيه شويه فاكهه شويه جيلي وخلص الموضوع، ليه اروح ادفع فلوس في حاجه انا مش ضامنه ايه مصدرها يعني. فالفكره ان برضه لا لا برضه لا هيطلع بتاع البيت احلى. بصوا بقى انا عندي اللبن متلج جدا جدا جدا، ويفضل البوله بتاعتك كمان بتاعت العجان دخليها في الفريزر عشان تبقى زي ما بيقولوا عامله هنا كده شبوره خفيفه من التلج. تعالوا نحط الكريم شانتيه. لازم تشتري كريم شانتيه خام، اللي بسكر بيكون فيه نسبه نشا فبيكون خفيف شويه مش بيربط. وادي بودره الكريم كراميل. ده بقى عندك والله كنبه، ما عندكيش استغني عنه خالص اللي هو الحليب المكثف اهو. وهقول برده مقاديره واحنا شغالين مع بعض. مقاديره هي كوبايه لبن بودره، كوبايه سكر بودره، نص كوبايه ميه مغليه، معلقه كبيره من الزبده، وكان الله بالسر عليم، ويتضرب في الخلاط 5 دقائق هيطلع معاكي احلى حليب مكثف في الدنيا. يعني هتعملي اعتقد الحاجه المكلفه هي بس اللبن البودره. هعمل بقى كده ونضرب كل الكلام الحلو ده مع بعض. انا ما حطيتش كميه اللبن كلها، طب ليه ما حطيتهاش كلها؟ عشان ممكن ان الكريم شانتيه مثلا نوعه يكون مش بيربط قوي، فما الخليط ما يخفش معايا، فهحط الكريم شانتيه تدريجيا لحد ما يظبط معايا. نشوف برضو اخبار اهي الزبده بتاعتي، بصوا عملت ازاي. بضربها كده زي ما انتم شايفين. ايوه ام خلف جمعه من الناس اللي متابعاني، وابنها متابعاني برده على الصفحه وطالب مني اهداء مخصوص ليها، هي متابعاني يعني بيقول لي حتى بتتفرج على الاعاده، ام خلف جمعه. فهي حبيبتي ربنا يديك الصحه ودايما متابعاني كده وشرف ليا اكيد متابعك. تعالوا اهو. طيب حسيت ان القوام محتاج يتقل شويه هعمل ايه؟ هزود شويه كريم شانتيه. تمام، يعني حسيت ان هو تقيل هزود شويه لبن، حسيت ان هو خفيف هزود شويه كريم شانتيه. تمام كده. تعالوا بقى بعد ده كده ابتدي انزل ايه بس كده. لا تمام يا سباق، هتقع 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 والله. ماشي اهو بزود ايه معلقه معلقه. بصوا القوام عندي بيتقل ازاي اهو، شفتوا اللي طارت دي؟ الله بقى بصوا السمك يجنن. احلى ايس كريم هتاكلوه، وانا قصدت ان انا ما احطش ولا كريمه ولا قشطه ولا حاجات مكلفه، يعتبر ايس كريم اقتصادي على قد الايد من غير تكلفه كبيره. تعالوا بقى اوريكم القوام عندي، هعلي بس السرعه شويه على ما دي تخف ب3 دقايق. تعالوا نطلع الايس كريم اللي انا مجهزاه من امبارح واوريكم كده سحبه المعلقه عامله ازاي. نشيل بس الحاجات دي نروق كده مكاننا. وطبعا زي ما احنا متعودين الرغي بتاعنا على الصفحه، بننزل البوست المصور وبننزل لينك الحلقه وبنعمل كل حاجه انتوا حابين او بتطلبوها. عايزه اقول لكم بقى التوب في الحاجات دي كلها هو التشيز كيك توت، مش قادره اقول لكم طعمه خرافه ازاي. اهو ده البيك بوس بقى بتاعه. واخر واحد هو الشوكولاته اهو، نحط ده كده. شوفوا بقى اللون وهوريكم برضو القوام دلوقتي عامل ازاي. حاجه كده يعني بيتي بس بطعم وقوام وريحه المحلات بره. انا كده تمام جدا، سمي بالله كده ونشوف. نجيب كده سباتشيلا اوريكوا الشكل عامل ازاي. بصوا عندي هو محتاج ضربه كمان، يعني دقيقتين مثلا كمان، بس انا عشان الوقت القوام ده بالنسبه لي حلو جدا، بس لو تتكي عليه دقيقتين كمان يكون افضل. بصوا شايفين النعومه. شوفي بقى بلتر لبن، يعتبر انا حطيت لتر على فكره مش لتر ونص، وكوبايتين اللبن عمل بوله عندي قد ايه؟ يعني المقدار اللي انا منزلاه على الحلقه اللي في الحلقه ده
النهارده عملت مقدار وربع امبارح في البيت وقسمته على العلب دول، وفضل كمان حبه صغيرين بس دول انا اكلتهم في البيت بقى. بولات كده صغيره او علب صغيره اتعملت كمان بنفس المقادير. طيب تعالوا بقى نشوف هنقسم. هنلحق سريعا اهو. انا هقسمها على عدد صباح الورد. صباح النور يا روحي يا مدام ناديه. رحتي فين؟ اهو. واخر بوله، ما عنديش حاجه تانيه. طيب انا هقسم طبعا الفانيليا، ما فيهوش فكره الفانيليا، بس هتضيفي عليه شويه فانيليا سايله وخلاص على كده. اهو شايفين؟ بصوا بقى نجيب كده ايه معلقه وانزل كل حاجه. انا كده عندي الاساس، عايزه اعمله بالمانجا هروح عامله كده. دي مانجا مجمده مضروبه في الكب او في الخلاط بدون اي اضافات، تمام؟ وعليها نقطتين الوان جل اهو اهو، تمام كده. وشويه جيلي مانجا كيس واحد مفكوك بشويه ميه مغليه، تمام. نجيب بس كده ايه الويست اهو، واقلب كل الحاجات دي مع بعض. لو تقدري كمان تنعمي المانجا اكتر من كده نعميها. طيب بظبط اللون بايه؟ بالالوان الجل اهو، تمام كده. عايزه بس اتاكد ان ده الاحمر، ايوه، وده الاورنج اهو. اهو بصوا اللون عندي بقى ابتدى يظبط ازاي. بزود لحد ما الاقي الدنيا عندي تمام في اللون اهو. الالوان الجل ما بتاثرش ابدا في الطعم، خدوا بالكم اهو. ايه دي اهو، انا حطيت فوشي على فكره، حطيت فوشي على اورنج اهو. شوفوا الفوشي عندي قلبت فوشي ازاي، انا اللي اتلخبطت. تمام اهو، هزود اورنج شويه، انا عايزه اهو. خلاص ماشي اهو. وادي الفراوله، صباح الورد. متين الو ولا حدش راضي؟ والله عماله اقول الو يا روح. وانا حبيبه قلبي عماله اقول لك الو الو، متلخبطه عماله اشوف، مش عارفه انهي فيهم الفوشيا وانهي الاورنج مقفولين، فعماله اشوف انهي فيهم. الله ينور، ايه الحاجات الجميله دي، ربنا يكرمك يا روح. لسه بقول لحبيبتي بالهنا والشفا بقى، هتاكلوا النهارده حاجات جميله. لا ده انا قايله لهم بص ده في مهرجان ما شاء الله، ما هو باين اهو، باين ما شاء الله. حبيبتي كل سنه وانت طيبه حبيبتي، يا رب وانت طيبه يا روح قلبي. اعملي لنا بقى كل الحاجات اللي ترتب علينا يا توته بقى. عيوني يا سلام، الله يخليكي، جميل والله، انت تامر والله، ما شاء الله، الامر لله، ما يغطي عليكي ظل ابدا يا روح. وازاي الاستاذ سباعي وكل الناس بخير والله، طول ما انتوا بخير يا رب يكون. والكاميرات بقى صبحي لي عليها، بصي يسلموا عليكي والله كلهم، ما شاء الله والله. تسلم ايديكي، حلقه جميله، ربنا يحفظك بين ايديكي دايما يا رب. يا رب اللهم امين يا روح قلبي. تسلم يا طول، تسلم يا حبيبه قلبي، يا رب تكوني بخير. بخير والله طول ما انتوا بخير حبيبه قلبي. طيب بصوا الفراوله عندي لونها حلو جدا، عايزه نقطه كمان الوان جل وتبقى تمام التمام. انا عندي هكتفي بالفراوله وهعمل بس دي على طول، عشان دي يعتبر اهم حاجه عندي، يعني مش هاخد اقل اكتر من دقيقه، اللي هي التشيز كيك توت. عندي مقدار الايس كريم بتاعي، واحط عليه جبنه كريمي ومربط التوت اهو، شايفين الشكل اهو، واقلبهم مع بعض، وعليهم البسكوت، تمام. ازود برده شويه من المربى اهو، شايفين بقى شكله عامل ازاي، طعمه تشيز كيك جدا، يعني ده يعتبر التوب بالنسبه لي في كل الحاجات دي اهو، شايفين بقى روعه اهو. عايز بس نزود شويه توت، عندك بقى توت احمر او توت ازرق، عايز تعملي ميكس بينهم يبقى ميكس توت، هتبقى حلوه قوي. طيب اهم نقطه بقى عشان اطلعه زي المحلات بالظبط، لازم يدخل الفريزر لمده 12 ساعه، وكل 4 ساعات طلعيه قلبيه، لان ده نفس فكره عمل المكنه بتاعت الايس كريم عشان يطلع معاكي مظبوط اهو. هشيل دول كده وهقدم معاكم بس حتى بولتين عشان ايه الوقت اهو. يبقى ده للتشيز كيك اهو، وده الفراوله
تعالوا بس نشيل دول واجيب السكوب بتاع الايس كريم وهعمل. انا هاخد بفرحه دي، يا رب ما يكونش سحبه بزياده. عايزاكم بس تشوفوا السحبه بتاعه القوام. بصوا بصوا عامله ازاي، روعه اهي. انتوا بقى في البيت بقى يعني اعملوها براحتكم، انتوا عارفين الوقت هنا بيبقى يا دوبك اهي. وبنزلها في الميه، تعالوا بقى نحط شويه صوص كده عليها، ولا احسنها محل في الدنيا اهو. شايفين بقى الشكل عامل ازاي، شويه فستق بقى للحبايب كده واهي. تمام، هعمل واحنا يعني واخدين الفصل عشان استاذ تباعي، هعمل واحده مانجا وهتشوفوها واحنا خارجين على طول. كل حاجه تنزل على صفحتي، احنا هناخد فاصل سريع ونرجع ليكم على طول من تاني. بعد الفاصل ما غبناش عليكم، هنتكلم عن حاجه كلنا بنسال عليها الفتره دي. طبعا الشتاء خلص ورمضان والعيد، وكلنا كميه كحك وبسكوت كتيره جدا، وكل الناس يعني بان عليها، ومنهم انا شخصيا من فتره الكحك والبسكوت والحاجات دي. الصيف ما فيهوش هدوم تقيله، ما فيهوش انا اقدر اداري بقى بالشال والجاكيت والكلام الكتير ده، لا هدومه خفيفه جدا، فبالتالي اي ديفوف الجسم بيظهر بصوره واضحه جدا. بنبقى عايزين حل سريع عشان يخلينا نخس بسرعه، نقعد نشرب شاي اخضر وقرفه وجنزبيل ومشروبات كتير، متوقعين ان هي بتعلي الحرق، او هم معروفين ان هم بيعلوا الحرق، بس احنا بنشرب كوبايه بعد ما نكون اكلين يعني واكلين اكله دسمه جدا، ده مش بيكون طبعا كافي، والنتيجه بتكون ضعيفه جدا او يكاد يكون مش بيكون فيه اي نتيجه. عشان كده منظومه خبيره التغذيه دكتور دعاء سهيل جمعت كل النباتات الطبيعيه اللي بتعلي الحرق في كورس الحرق الدبل او الدبل. هنعرف طبعا اكتر بالتفصيل ايه مكوناته، اقدر ازاي اخده في اي حد محظور ان هو يقدر ياخد الكورس، ولا متاح لكل الاعمار او كل الحالات اللي موجوده. ده هنعرف طبعا من خلال الدكتور خالد احمد غزالي استشاري النباتات الطبيعيه والممثل لمنظومه خبيره التغذيه دكتور دعاء سهيل. برحب طبعا بدكتور خالد، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله ربنا يبارك يا رب دايما. الناس طالعه كلها من الكحك والبسكوت ورمضان، وكان اصلا وزن الشتاء دخلنا بيه على رمضان، فحصلت مشكله كبيره جدا، عايزين حل في مده مش كبيره قوي وبرده مش صغيره قوي عشان نكون صراحه معاهم. يعني كورس بقى الحرق او كورس الدبل ده بيشتغل ازاي او ايه مكوناته؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا لما نيجي نتكلم عن منظومه الدكتوره دعاء، لما عملنا كورس الحرق الدبل، اول حاجه هو مش كورس واحد، نكون متفقين، عشان حضرتك كنت في المقدمه قلت لي ايه الاعمار والحالات، ويعني بتختلف الاعمار والحالات. اه ممكن انما احنا عندنا 34 كورس موجودين الحرق الدبل. ايه هو بقى كورس الحرق الدبل؟ حسب الحاله طبعا، قلنا حسب الحاله وحسب السن وحسب الامراض المزمنه والى اخره، بيحددوا ده ايه اخصائي تغذيه موجود عندنا او اخصائيين التغذيه الموجودين، كل واحد فيهم مع رقم تليفون بتتصلي، هو بيتابع الحاله وبيبتدي يبتديها من الالف للي لغايه ما يوصل للوزن المثالي المريض السن. طيب انا دلوقتي قلنا ليه حرق دبل؟ ان زي ما حضرتك قلتي العمليه بناء السعرات الحراريه او بناء كميات الدهون، احنا داخلين شتاء رمضان عيد لخبطه، لا ولسه كمان داخل كمان وداخل العيد الكبير، العيد الكبير بقى، والناس اللي هي يعني كيفه اللحمه والدهون والحاجات دهون وكده هتبقى مشكله، مشكله كبيره جدا. طيب احنا ايه اللي بنخاف منه اكتر؟ بنخاف اكتر من السكر. السكر في كل الفتره اللي فاتت دي قاعدين ناكل سكريات كل الفتره، صح؟ الصيف الشتاء قاعدين مشاريب كله مسكر، كويس؟ رمضان قطايف وكنافه وكنافه وقطايف وكله سكر. جينا العيد، طبعا العيد ده حدث ولا حرج، ده قنبله سكر ده قنبله سكر وكميه سكر وكربوهيدرات مالهمش صعبه جدا. طيب فعلا. احنا قلنا طيب احنا الفتره دي الناس كلها خارجه وزنها زياده، وزنها ما شاء الله عملت مخزون، عملنا رقم محترم، مخزون مضاعف من الدهون، فابتدى لازم نزود الحرق في الكورسات.
طيب احنا نزود الحرق ازاي؟ قلنا في حوارق عندنا كتير في الكورسات اللي عندنا او في النباتات الطبيه الطبيعيه اللي موجوده عندنا، فبنبتدي مثلا احنا كنا بنحط حاجه حارق واحد مثلا زي سي مثلا زي الراسبيري او التوت التوت البري كويس، ابتدينا نحط حاجه معاه زي الكروم كويس. ده فايدته ايه يا دكتور؟ الكروم نيجي نتكلم، عنصر الكروم ده من العناصر اللي موجوده في الطبيعه زي النحاس زي الزنك زي الحديد زي حاجه اسمها احنا عندنا في الطب بنسميها التريس اليمنت او الحاجات اللي موجوده في الجسم بنسبه قليله مش زي الحديد، الحديد موجود كتير شويه انما الكبر النحاس لا موجود في جسمك قليل، الزنك موجود في نسبه في جسمك قليل كويس، هي نسبته الطبيعيه. طيب طيب لما جينا نتكلم عن ايه نسبه ايه فايده الكروم، الكروم ده بالظبط ميزته ان هو بيقلل نسبة السكر اللي موجودة في الدم. حلو جدا. بيقلل نسبة السكر اللي موجودة في الدم، فبالتبعية بيقلل كمية الانسولين اللي بتطلع من البنكرياس على الدم. تاني حاجة بيساعد على دخول السكر او الجلوكوز للعضلات. يمين فبيساعد على الحرق. ده للناس يا دكتور اللي حرقها بيكون ضعيف او حرقها ضعيف او لا وبنزود كمان الحرق، خلي بالك الحرق حتى لو ما عندوش حتى لو حرق لو المعدل بتاعه طبيعي. هي موضوع الحرق الضعيف ده في كلام كتير وهي كلمه المفروض تبقى مبنيه على كلمة باطل مقصود بيها حق يعني هي لا مفيش حد يقول لك انا حرقي ضعيف لا على طول كده من غير ما يحلل ولا يبقى يعمل اي الحرق الضعيف ده بيكون خلل هرموني وده بيتعالج عند اخصائي او استشاري غدد صماء. انما احنا لما نيجي على الحرق كلنا بنحرق زي بعض تقريبا، تفاوت بسيط جدا في موضوع الحرق لان مش الحرق حاجه واحده بس، في كذا حاجه بتحرق، الكبد بيحرق وده بيحرق وده كذا مكان في الجسم بيحرق، الحركه بتحرق، التفكير الكتير بيحرق، الناس اللي بتغل في نفسها بتحرق، محظوظين محظوظين قوي بصراحه. فاحنا عملنا كده فجينا مثلا نحط حاجتين مع بعض، نحط مثلا الكارنتين، الكارنتين ده بيخلص الجسم من الاحماض الدهنيه اللي موجوده في الدم، بيستخدمها كوقود يدخلها للقلب، القلب بيحرق، القلب احسن حاجه بتحرق الدهون، بيحب الدهون القلب ما بيحبش الجلوكوز لان عضله القلب دي مميزه عن بقيه عضلات الجسم، فاذا احنا كان لازم نعمل حرق دوبل. طب هل هو الحرق الدوبل ده عباره عن حاجه حوارق بس؟ لا طب ما انا انت دلوقتي ايه فايدتي ان انا احرق اللي جوه عندك وحضرتك او انا او اللي عنده سمنه بياكل اكتر؟ صح وهياكل، فاذا لازم اخليه يقلل له كميه الاكل اللي بياكلها. يبقى بنعمل حاجه تانية في كورس الحرق الدوبل، تاني حاجه لازم اقلل له الشهيه، لازم اخليه اعمل له اللي هو الامتلاء للمعده بالمواد المالئه زي قلنا السيليوم والاناسيليوم والبي سليم والكونجاك وكل مجموعه نباتات طبيعيه اربع حاجات مع بعض مكونات من الطبيعه 100% نزول على نزول الجسم مظبوط كده. في سؤال جه على صفحه دكتور دعاء اللي هي طبعا انتوا شفتوها واحنا خلال ما دكتور خالد بيشرح، هنقرا السؤال مع بعض عشان نقدر نفيد صاحبه السؤال. طيب معانا شيماء محمود عندها 40 سنه طولها 173 ووزنها 180، بتقول ان هي مش بتقدر تاخد نفسها طول ما هي ماشيه وعايزه يعني بتقول ساعدوني لان حالتها النفسيه متدمره جدا وهي عندها سكر من النوع الثاني. وانا ذكرت في اول الحلقه ان بقول لدكتور خالد او بقول ليكوا لما كنت بتكلم ان اي حد متاح لي انه ياخد الكورس تحت اشراف طبي يعني تحت اشراف اخصائيين التغذيه اللي بيبقوا عارفين حالتكم وعارفين كل تفاصيلها عشان يقدروا يفيدوكوا. طيب استاذه شيماء يا دكتور خالد عايزين نجاوب على سؤالها ونشوف ازاي نقدر نفيدها. هي عندها كام سنه؟ عندها 40 سنه وطولها 173 ووزنها 180 كيلو. طبعا 180 كيلو دي عندها حاجه اسمها السمنه المميته او الفائقه، يعني اكبر درجه من درجات السمنه اللي هي بيبقى حاجه اسمها البي ام اي بتاعها اكتر من 40 اللي هو معامل كتله الجسم. ايوه بتبقى اكتر من 40 واضحه يعني قوي مش محتاجه الكالكوليشن يعني خالص رقم يعني. رقم طيب كبير. هي عملت حاجه ايجابيه ولازم تستمر عليها ان هي طلبت المعونه بالظبط. هي يا رب تكون بتتفرج على الحلقه أيوة النهارده عشان تقدر فعلا حست تستفيد. ان هي في الخطر، حست ان هي ليه بقى الخطر جه في ايه؟ خلي بال حضرتك هو عندها نوعين السمنه الاساسيين اللي بيجوا للناس او عند بعض الناس بقى في سمنه موضعيه وسمنه عامه، دي عندها سمنه عامه في كل المناطق. اكيد. ايه اللي عرفنا ان عندها سمنه عامه؟ الوزن كويس، الام العظام اللي ابتدت تجي لها مش بتقدر تمشي تتحرك طبعا كل بتقدر تاخد نفسها وهي ماشيه بتقدرش تاخد نفسها لا مش وهي ماشيه بس وهي بتعمل اي مجهود يعني مجرد ما تتحرك حتى تقضي طلبات بتاع العاديه هي قعدت على لو اتحركت مثلا حوالي 5 متر هتنهج وهي قاعده ممكن تنهج كتير. تاني حاجه هتلاقيها اكيد ما بتصليش وهي واقفه، ما تقدرش تصلي وهي واقفه
كويس، عندها الام مبرحه لو سواء في الظهر او في الركب، لان يعني الركب هي اللي شايله وزن الجسم كله. هي ما كتبتش كل ده بس لا 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 خالد، من الحالات اللي عدت عليه، لان احنا لو تفتكر كان معانا حالات للرقم الكبير كده ده مظبوط. كويس، طيب هي دلوقتي عندها السكر الثاني. طبعا احنا بنقول في قاعده كانت في الطب زمان بيقول لك وانس دايبيتيك وانس هايبرتنسيف، يعني هو عنده سكر هيبقى عنده ضغط. لازم ده ملحق بدايه يعني على طول. طيب كويس ان هي دلوقتي لغايه دلوقتي فاقت. طب انا لازم تاخد كورس الحرق الدبل، وبعدين زائد انها لازم هتراجع عندنا اللي هم اخصائيين التغذيه شاطرين. الحاله بتاعتها دي هتبتدي في كميزه تتقل. كمان استاذه شيماء ان هي وزنها ينزل كميه حلوه اعتقد في اول شهر، ده في اول اسبوع، اول اسبوع يعني ممكن تلاقي تنزل 6 كيلو او بالظبط كده، رقم عندنا حلو عشان الرقم كبير. أول رقم كبير ده ان في حاجه تانية هتنزل معايا، اول ما هتبتدي تنزل هتبتدي تحس براحه في النفس طبعا اكيد، وهتحس براحه في الخفه في الحركه الى حد ما، ما بقولش انها تبقى غزال. مش هنجري بعد اول اسبوع مثلا عشان برضو في ناس يا دكتور بتسمع حاجات غريبه جدا يقول لك في خلال شهر خستك 40 كيلو 50 كيلو، ده حتى لو خستهم هتطلع تقعد في المستشفى هتبقى مريض. ولا مش هيخسهم منين. المهم فانا لازم اديها الايه، تاخد كورس الحرق الدبل. كورس الحرق الدبل ده هنديها حاجه زي الجارسينيا مثلا، هتبقى في حاجه زي الجارسينيا دي هتكبح الشهيه الفظيعه اللي عندها عشان حجم المعده اكيد كبير. تاني حاجه لازم نملا لها المعده، هنملاها بايه؟ لا هنملاها باكل وشرب؟ لا طبعا، لازم نملاها بالياف طبيعيه غذائيه بتساعد على ملء المعده، فالمعده لما بتتملي الالياف دي ما فيهاش اي نوع من انواع السعرات الحراريه، كل اللي بنتكلم فيه ما فيهوش سعرات حراريه خالص. زي ما نقول هتبقى مليانه على الفاضي، مليانه يعني مليانه بس انا مدياني شعور ان انا مش جعانه، وده اعتقد نص المشوار، مجرد ان انا قاعده كده راضي عن نفسي ودماغي مش عماله تفكر وشايفه الاكل. اعمل لي شويه اشوحي شويه كبده، احمر لي مش عارفه ايه، فانا شبعانه. لا هي الاكل قدامها، يبقى الاكل قدامها مش هتقدر تاكل منه. يعني الاكل احنا بنقول بناكل في الكورسات كل حاجه. بس انت هتاكل الكميه، احنا بنتحكم في الكميه اللي هتاكليها. يعني مش النوع، مش النوع الكمية. كل اللي انت عايزاه، ما هو مفيش حرمان. كويس. ثالث حاجه هنديها بقى المواد الحارقه زي الراسبيري او التوت البري. زي حسب بقى ما دكتور التغذيه هيديها او اخصائي التغذيه هيديها، زي التوت البري، زي هيديها مثلا حاجه زي القهوه الخضراء، هيديها الشاي الاخضر. خلاصه مش الشاي الاخضر بتاعنا ده اللي بتحطي في الفتله وتشربيه، لا ده ضعيف جدا. نبقى ضاربين قبليه شاورما وفراخ لا مش هي، بس عشان ضميرنا يرتاح يعني لو انا اكلت حاجه مش انا بستغرب في ناس فعلا بتاكل وبتروح تاخد قرص، تقول لي في القرص ده هيخسسني. هيخسسك ازاي وانت تاخد كل الكم من السعرات دي؟ السعرات كتير كتير. فبعد كده بتاخد مثلا حرق اللي كارنتين، بتاخد حاجات حسب ما اخصائي التغذيه بتقول. يعني الفكره يا دكتور ان هي استاذه شيماء اللي كاتبه السؤال لما تتواصل طبعا مع ارقام التليفونات اللي موجوده معايا على الشاشه او الصفحه الخاصه بدكتور دعاء، ابعتي اللي انت عايزاه او اسالي اي سؤال هيردوا عليكي ويقدروا ان هم يفيدوكي. ويا دكتور بيتعمل لها كورس زي ما نقول متفصل على حالتها، يعني حرقها ضعيف هنعلي الحرق، عندها شهيه عاليه هنقفل الشهيه. لا هو لازم هنقفل الشهيه، هنقفل الشهيه اكيد في شهيه عاليه، الرقم أكيد ده في شهيه عاليه واكيد معدتها قد كده يعني. كويس. يبقى لازم نملاها بحاجه ما لهاش سعرات، واكيد الحرق عندها عايزين نزوده، مش هنقول حرق ضعيف وحرق. الجرعه يا دكتور بتختلف من شخص للتاني؟ بتختلف من الاعراض اللي عنده. هو برضه بنقول دي اخصائي التغذيه ليه؟ لان انا ممكن مثلا اديكي الالياف الغذائيه الطبيعيه مره الصبح ومره بالليل. في شخص ممكن اديها له مره ومره واحده، في واحد بيجوع بالليل خالص الساعه 2 الصبح الفجر بيحط راسه في الثلاجه عايز ياكل سكريات. ليه؟ لانه عنده ادمان سكر. في ادمان سكر، فبالتالي هتخس من 8 ل 12 كيلو في الشهر. وخلي بالها مش عايزينها توصل ل 45 سنه والسن والسمنه الفظيعه دي عندها علشان 40 سنه لسه هتلحق. هي بالظبط كده 6 شهور مثلا، 6 شهور 8 شهور بالكتير وهتكون ما شاء الله وصلت للوزن، كانها لسه متجوزه ان شاء الله. يا رب يعني ان شاء الله تكون في احسن صحه، واتمنى ان هي تكون بتتفرج عليا النهارده عشان تقدر ان هي فعلا هي او اي حالات شبيهه يا جماعه بالظبط. يعني الفكره ان هو طبعا 180 رقم كبير، فياخدوا الخطوه او من بدري يعني مش هتوصل للرقم ده. هي الخطوه هي سالت بالظبط، استمر بقى ان شاء الله تكون يعني تواصلت بالفعل من دلوقتي على صفحه او ارقام التليفونات عشان تقدر تستفيد وتشرح حالتها بالكامل. اللي هيرد عليكي اخصائي تغذيه هتشرحي له انت بالظبط تفاصيل حالتك عشان يقدر يفيدك ويديكي حاجه فعليا تجيب معاكي نتيجه وتكوني في احسن صحه واحسن حال. نورتي دكتور خالد، ربنا ويا رب دايما معايا في حلقه جايه كتير وبتفيدنا اكتر واكتر، وان شاء الله الناس كلها تكون يا رب في احسن صحه واحسن حال. نورتني، شكرا. هناخد فاصل سريع ونرجع لكم على طول من تاني.
رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبناش عليكم وعندي موضوع مهم جدا هنتكلم فيه. عشان دايما نكون بصحه كويسه ونحمي نفسنا من اي امراض لازم تكون مناعتي قويه جدا، يعني مش بس ان هي قويه عادي، لازم تكون قويه جدا عشان احافظ كمان على صحتي وقوي المناعه بتاعتي. دايما اكلنا لازم يكون صحي ومفيد. في ناس كتير مش بتحب الخضار، يعني معظم اكلهم بيكون وجبات سريعه، وده دايما بيعرضهم لنقص كبير في كميه الفيتامين الموجوده في الجسم اللي مهمه جدا وجودها. ده غير ان في ناس كتير من الناس، يعني في ناس مش بيتعرضوا للشمس بصوره يعني اللي المفروض اتعرض للشمس في الوقت الصح. طبعا زي ما احنا عارفين الشمس هي المصدر الرئيسي لفيتامين د، فبالتالي فيتامين د لازم يكون موجود بنسبه مظبوطه جدا في الجسم عشان احل كل مشاكل نقص الفيتامين اللي موجوده في جسمي. طبعا النهارده هيكلمنا باستفاضه اكتر دكتور اكرم غانم مستشار الطبي لشركه اي ام دي، هيعرفنا اكتر واكتر عن قصه المناعه وازاي اقدر اقوي مناعتي. ازيك يا دكتور؟ اخبارك؟ برحب بيك طبعا الاول ومنورني دايما في خليك. البرنامج ده نوري. ربنا يخليك، ربنا يخليك. حلوه قوي. المناعه قويه عادي وقويه جدا. شوف في اختلاف، قويه عادي وقويه جدا، بس مش مشكله. الفكره ان المفروض ان المناعه مش بس تكون يعني نسبه المناعه او مناعتي كويسه، لازم تكون قويه جدا عشان طبعا الظروف. الفكره دي جامده جدا والفكره دي جامده، بس جامده بس عارف انا الليله دي. اخبارك يا ستكول؟ وبعدين في ناس من ناس قلت لي برضو، في ناس من ناس ما فهمتهاش، بس مش مشكله. هم خليها على جنب، خليها على جنب. بصي احنا دلوقتي بنتكلم على الكلوسيز. الكلوسيز مكمل غذائي مصدر طبيعي زي كبد الحوت. هيعمل ايه؟ هيديني فيتامين الف وفيتامين د والاوميجا 3 برضو. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا حتى لو باكل خضار وفاكهه بشكل يومي بتعرض للشمس بشكل يومي. شفت اقول لك الشمس اهو، الشمس. حلو الكلام. هم فهموها برضه ماله. فبتتكلمي اني مهما خدت من طبعا الخضار والفاكهه ضروري، طبعا الشمس ضروري، بس انا مش عارف خدت قد ايه. فلازم ابقى مواظب على الكلوسيز. ليه؟ الكلوسيز هيديني احتياجي من الثلاثه اللي اتكلمنا عليهم دول، والثلاثه اهم من بعض. طب تعالي نتكلم على اهم واحد فيهم اللي هو الاوميجا 3. الاوميجا 3 ده قصه جامده جدا. دايما بقول ما تقوليش اوميجا بس، قولي كلوسيز. كلوسيز الثلاثه مع بعض، فيتامين ألف وفيتامين د والأوميجا 3. طب تعالي نبتدي بالأوميجا 3 اللي هو أقواهم وأهمهم ونشوف دنيته إزاي. قال لك الأوميجا 3 الموجود في الكلوسيز ده عبارة عن أحماض دهنية غير مشبعة. يعني إيه؟ يعني أحماض نافعة. يعني إيه برضو؟ يعني دي اللي بتفيد الجسم. أنت عارفة الكوليسترول في اتش دي ال وفي ال دي ال. يعني إيه؟ الاتش دي ال ده النافع، ال دي ال ده الضار. فالأوميجا 3 بتعزز الاتش دي ال. فالأوميجا 3 اللي موجود في الكلوسيز، انا عمري ما باخد احماض دهنيه غير مشبعه اللي هي نافعه غير من مصدر خارجي، جسمي ما بيخلقهاش. عكس الاحماض الدهنيه الضار اللي بتخلي ال دي ال عادي، اللي بتعمل لي مشاكل في القلب، كوليسترول، ضغط، سكر، لو زادت قوي تعمل لي جلطه لا قدر الله. فبتتكلمي ان الاوميجا 3 اللي موجود في الكلوسيز بيقوم بدور الكناس، بيكنس لك الاحماض الدهنيه المشبعه الضار. شفتي الاوميجا 3 بقى مفيد لمين؟ مفيد لمريض الضغط، مفيد لمريض القلب، مفيد لمريض الكوليسترول، مفيد لمريض السكر، ويقيقي من الجلطات. كل ده في الاوميجا 3 في كل اللي في الكلوسيز. كل الحاجات دي موجوده في كلوسيز، في الاوميجا 3. في الاوميجا 3 موجوده في كلوسيز. كويس. يعني انا ابتدي من بدري اقي نفسي من بالظبط، يبقى حاجه ثابته مش حاجه رفاهيه او يبقى في مثلا ان انا لا ممكن ما اخدوش، لا ممكن اخده، لا لو خدته هيقيني من كل المشاكل دي اللي هتحصل على المدى البعيد. كمان بيقول لك فيتامين الف الموجود في الكلوسيز فيتامين الجمال، يخلي البشره تنتج كولاجين. فبتتكلمي كولاجين واهميته والتجاعيد ونضاره بشره الاطفال، كل ده البنات والستات يعرفوه احسن مني بكتير. تتكلمي يقول لك فيتامين الف الشعر، البصيله اقوى، الشعر اقوى ما يجعدش، الضوافر ما تتكسرش، دي مشاكل كلنا بنعاني منها فعلا. ففيتامين الف الموجود في الكلوسيس حلل كل ده، قاوم لك كل ده، اداكي مناعه لكل ده، زود لك المناعه زي ما انت بتتكلمي. فيتامين الف وفيتامين د والاوميجا 3 اللي موجودين في الكلوسيس بيزود لك المناعه، الطاقه، فجسمك ما بيبقاش فيه خمول وهمدان، فتقدري على اي ميكروب واي فيروس. بتتكلمي كل دي فوائد في الكلوسيز اتكلمنا عليها. الكلوسيز سعره اقتصادي، سعره مناسب دي جدا. دي اهم نقطه طبعا، ان فكره ان دايما العيله كلها بالظبط عندها دايما ان يقول لك ان انا هاخد فيتامين مثلا، فبتلاقي ان علبه كبيره سعرها يعني مش عايزه اقول كام، بس سعرها بيعدي رقم كبير جدا، فبالتالي بيبقى فيه عبء مادي ان انا لازم عشان صحتي تبقى كويسه فلازم ادفع فلوس كتير، فده طبعا يعني صعب. احنا بنقول نستمر عليها على طول، فلازم يبقى سعرها مناسب، والبعد الاقتصادي مهم جدا. فبتتكلمي الشريط 14 جنيه وربع، العلبه 42 جنيه 45 قرش، متوفر في كل صيدلات الكلوسيز زي ما اتفقنا. جرعته من سنه لسبع سنين كبسوله واحده كلوسيز، 7 ل 17 يعني بدايه من سنه يا دكتور يقدر ان حد طبعاً ياخده، مش هيبلع اكيد، ولكن بشكل دبوس كل اللي فيه نقطتين على لبن على عصير على زبادي، لان لو اديت للطفل
نهائي. هي دي الفكره، ان انا هطوله في اللبن فبالتالي مش هيبان فظيع. طب احنا مجربينه واحنا صغيرين، ماما كانت بتديه لنا، فعلا بيكون صعب. انت لو خدتي مره يعني لو انت طفله هاديه كده ومطيعه بالترغيب او بالترهيب بالظبط، مره مش صعب في ثانيه اكيد طبعا، وممكن الطفل يرجع كمان من الريحه بالظبط. بتتكلمي الكولوسيس كل اللي موجود فيه زي كبت حوت نقطتين فقط، فمش هيلحق يحس بالطعم. وهبقى اديته الحصه المناسبه ليه لكل نقص الفيتامين اللي موجود عنده. فزي ما اتفقنا من سنه لسبع سنين كبسوله واحده كولوسيس، من 7 ل 17 كبسولتين كولوسيس، من 17 فما فوق 2 الصبح كولوسيس و2 المغرب كولوسيس هيبقى مناسب جدا. هي دي الفكره، ان هو بس نفهم الموضوع ان ده لازم يبقى مش حاجه رفاهيه او مش حاجه يعني الفكره ان لازم نوصل ده مش رفاهيه. طب ايه رايك كمان ان بيقول لك ان الاوميجا 3 اللي موجود في كولوسيس بيديكي وقايه من ان ما يجيلكيش سكر؟ يعني لو في مصر 15 20 مليون مريض سكر وضغط، تكلمي ان المريض زي ما اتفقنا هيفيده في ايه ويديله الطاقه ايه ويكنس له ايه والدنيا ايه الدم والحاجات دي كلها. تخيلي بقى على النقيض الباقي لازم ياخد كولوسيس كوقايه عشان ما يجيليش سكر ما يجيليش ضغط. صح. طيب بالنسبه يا دكتور، حضرتك قلت ذكرت قصه الذكاء، هل ممكن ان انا مثلا طفل صغير اديله برضه نفس الجرعه؟ يعني يفضل ان هو ياخد من سنه نفس الجرعه على طول ثابته؟ يعني هيفضل ياخدها يوميا؟ ده انا هديله كولوسيس قبل ما يتولد مامته الحامل بعد الشهر الثالث، مهم جدا تعرف اول 3 شهور ما تستخدمش طبعا، مش تاخد اي ادويه. بعد الشهر الثالث لازم تستخدم كولوسيس. ليه؟ اولا فيتامين د اللي موجود علشان عظمها وعظمه. احنا طبعا في الحمل بنفقد، لان انت طول الحمل شعرك وقع، ضوافرك اتكسرت، سنان والله برضو بيبقى فيها مشكله، ده غير بقى شحوف البشره، ويعني بتطلع بمشاكل كتيره جدا، خصوصا ان المدامات والسيدات بيبقى الكالسيوم عندهم ضعيف عشان المشروبات الغازيه، عشان عدم الاكل الصحي. قول لهم يا دكتور، اقول لهم جدا يبطلوا شرب الحاجات دي حتى لو يشربوها بس كميه قليله. ما فيش حد بيشربش بس قليل، ومش على ببلع بيه كل اكل، ده بيعمل مشاكل. فتخيلي بقى الكولوسيس بيعمل ايه؟ هيديكي انك تمتص الكالسيوم اللي في الاكل، هيخليكي عظمك انت كويس وعظم البيبي كمان كويس، هيزود له مستوى الذكاء. فبيقول لك ان الامهات اللي خدت كولوسيس بعد الشهر الثالث البيبي اذكى مقارنه ببيبي الامهات اللي ما خدتش كولوسيس. فبتتكلمي بتعملي المقارنه دي شوفي. لا فكره اصلا اهتم بالطفل وهو لسه ما جاش، نسبه ذكائه وهو لسه ما جاش، دي اكيد حاجه حلوه جدا، اللي هو عمره لسه بالسالب لسه ما صفرناش العداد. صح. فانت بتتكلمي حلو ان الامهات تفهم ده، ان انا اوصل لهم الفكره دي، مش ان مش معنى استنى لما يتولد او يكبر شويه فابتدي اقول لا ده انا لازم اهتم بالفيتامين مثلا اللي هو بياخده، لا ده هو لسه مش الذكاء ما اتولدش، مش الذكاء بس ولا عظمه وعظمه بس. يقول لك تقويه العصب البصري، هي لو خدت الكروسيز بالظبط تقويه العصب البصري له. يقول لك كمان الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، اصل الولاد دلوقتي معظمها بتتولد بمشكله، يقول لك في تنفس والمشاكل يعني نسبه بقت كبيره جدا، دي حقيقه. يقول لك اللي بتولد قبل الشهر السابع والدنيا ودي ودي الام حقن الكورتيزون عشان تخلق الرئه بالظبط، مشاكل كتير قصص. فبتتكلمي الكولوسيس هيديكي فايتاليتي ومرونه للجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ليها وله. فبتتكلمي تخيل. طب اقول لك حاجه كمان، معظم الشعب المصري بيعاني من القولون العصبي. صح، ده مصر كلها والله، دي حقيقة. فبتتكلمي ان الكولوسيس الاوميجا 3 اللي فيه بيديكي الفيتاليتي والمرونة دي زي ما اتفقنا، الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. فتخيلي انت الجهاز الهضمي اللي انت عندك مشاكل في القولون ده، شفتي الاوميجا 3 اللي في الكولوسيس حلها لك ازاي؟ يعني انا شايفة ان هي في كل المشاكل اللي الناس كلها بتعاني منها او دايما بتشتكي منها، اخدها يعني اخد كولوسيس من بدري عشان اقي نفسي من المشاكل، ما اجيش ان انا يبقى عندي 3-4 مشاكل وبعدين اقول طب احلهم ازاي؟ لا من ده دلوقتي. دي مش مشكله، او دي نطنشها، او دي لما تتفاقم. طب ليه؟ صح، الحق من بدري. من بدري كوقايه كولوسيس هيمنعني ايه زي ما اتفقنا سعر اقتصادي 14 جنيه وربع الشريط، نقدر البيت كله يستخدمه ومفيش ادنى مشكله. مش بس الصغيرين او لا، ممكن كل افراد الاسره طبعا يستخدموه. طيب هو بقى له قد ايه دكتور موجود في الصيدليات؟ اكتر من 15 سنه موجود الكولوسيس في الصيدليات، اثبت جدارته والناس متعوده عليه والناس مبسوطه منه جدا جدا لاني كفاءته عاليه جدا. طيب الكولوسيس بيتاخد يعني الجرعه قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ يعني في ميعاد معين يتثبت مثلا فيه؟ عادي ممكن قبل او بعد. انا شخصيا بدوق الصبح، من الصبح قبل الفطار بالظبط كده، اول كوبايه ميه في اليوم عشان يديني الطاقه اليوم كله زي ما قلت لك ان انا مريض سكر. طيب هناخد صفحه الفيسبوك الخاصه بكولوسيس عشان يقدروا يتواصلوا مع
الرسائل، لو انتوا عايزين تتواصلوا معاهم على رسائل الصفحه تقدروا تبعتوا لهم على طول، البيج هي قدامكم كوليسي اند بروش عشان تقدروا تستفسروا عن اي حاجه او اي شيء يخص المنتج. طيب عايزين بقى يعني يا دكتور في دقيقه كده نصايح بسيطه عن المناعه لمشاهدي سفره طبليه. تحت امرك. اكل صحي. نوم في ساعه بيولوجيه منتظمه. انا بنام كل يوم 7 ساعات 8 ساعات من الساعه كذا للساعه كذا مش بغيرهم. شرب الميه بوفره علشان اللي بنفقده من الاملاح والمعادن وعشان البشره. تتكلمي ممارسه الرياضه، لازم امارس الرياضه علشان جسمي. والكولوسيز مهم جدا 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 مع دول علشان الوقايه، عشان المناعه، علشان مفيد للامراض اللي اتكلمنا فيها كلها. كل دي حاجات لازم استمر عليها علشان صحتي ومناعتي تبقى احسن. شكرا لك يا دكتور، يعني نورتني بجد النهارده، ودايما كده بتوصل لنا المعلومه بكل يعني سهوله وكل بساطه، وان شاء الله الناس كلها تتواصل وتجرب المنتج، لان هو زي ما قلنا موجود دلوقتي بوفره كبيره جدا، فهيكون سهل الوصول ليه ان شاء الله. نورتني يا دكتور. دكتور اكرم غاني المستشار الطبي لشركه ام دي، ودايما يا رب معايا في حلقات جايه كتير. شكرا. نورتني، نورتوني. حلقه سهله جدا وبسيطه ان شاء الله، يا رب اشوفكم بكره على خير. السلام عليكم. اهلا بيكم، ومعايا دكتور اكرم غانم مستشار طبي لشركه AMD، هيكلمنا عن منتج حلو جدا موجود دلوقتي في كل الصيدليات، وهيبقى مفيد جدا لينا لبشرتنا ولاي منطقه عندي فيها مشكله، فهيكلمنا ان شاء الله باستفاضه. ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه؟ منورني دايما والله. اخبار حضرتك يا رب يخليك. يا رب دايما. ايه موضوع بقى كريم بروش اللي الناس كلها بتتكلم عنه وعامل قلق؟ عامل قلق يعني، انا عندي على البيج دايما بيبعتوا لي رسائل، لو لما بيلاقوه بيقولوا لي يا توت احنا جربناه ما شاء الله عامل انفعاليه حلوه جدا في مده قليله. ايه لما بيلاقوه دي؟ لا ازاي؟ بروش تفتيح متوفر في كل الصيدليات. بروش تفتيح سعره اقتصادي، توزيع شركه مصر لتجاره الادويه والشركه المتحده للصيدله. يمكن كان ناقص شويه، يمكن كان الناس بتخزنه شويه، يمكن الناس كانت كتير تلاقيه مناطق، في مناطق كان فيها بوفره، وفي فعلا مناطق فلا شركه ايه دي وفرت البروش تفتيح موجود في كل المناطق. طب تعالى نتكلم ايه بروش تفتيح، وانت بتقول بالتفتيح ليه؟ كتير من صديقاتي وزميلاتي وقريباتي قالوا لي ان بروش بيفتح من اول او ثاني استخدام، ده شيء غريب جدا بالنسبه لي، دايما بقول شهر شهرين عشان يفتح. 3 شهور والله يا دكتور، يعني بتقعد فتره طويله جدا، يقول لك على ما تبتدي تحسي بيعني حاجه طفيفه جدا يعني عشان بشرتك تبقى. اكدوا لي انه بيفتح من اول او ثاني استخدام بروش تفتيح. طب تعالى نشوف ايه بروش تفتيح، وايه الـ6 مكونات الموجوده فيه، ويا ترى فعلا هيفتح ويعمل ويدي الحاجات اللي انت بتقول عليها دي ولا لا. بروش تفتيح فيه 6 مكونات طبيعي، تفرق في ايه طبيعي؟ لا تفرق قوي. انك تقدري تستخدميه في اي سن، تقدري تستخدميه بكل الامان، تقدري تستخدميه لاي بشره، بشره حساسه وبشره جافه وبشره دهنيه، تقدري تستخدميه للمناطق الحساسه. ايه بروش تفتيح؟ بروش تفتيح هو بيفتح اي منطقه فيها مشكله، حتى المناطق في الحساسه. تخيلي انت بقى لو استخدمتي اي حاجه كيميكال او صناعي على المناطق الحساسه، تعمل مصيبه. موضوع حرش والتهابات وتسلخات والحاجه تغمق بدل كده 2 على السكيل بتاع الميلانين ده، تبقى 5. فانت بتتكلمي بروش تفتيح 6 مكونات يعني، بدل ما المشكله بتتحل بتسوق بتتفاقم. تعالي نتكلم ايه المكونات الموجوده في بروش تفتيح وبتعمل ايه. كولاجين اول حاجه موجود في بروش تفتيح، يقول لك تجاعيد كبار في السن. البروش تفتيح للتجاعيد كبار في السن، ما بقتش بتتقاس كده فعلا 25 للاسف. تراب وتلوث ومكياج وشمس تعبيريه مكان ودنيا. مثلا اللي هي زي ما بيقولوا 111 والحاجات دي بتكون لا فعلا. لا في عندي الالستين ال 111 ده جاي لك عليه، بس كملك الكولاجين. فبتتكلمي الكولاجين موجود في بروش تفتيح التجاعيد ويملا لك خطوط التجاعيد. للاطفال او للشابات او المراهقات الكولاجين موجود في بروش تفتيح يقول لك يديكي نضاره اطول فتره، يقول لك وقايه من حب الشباب، يقول لك لو جه حب الشباب اثاره والندبه بتاعته دي تبقى مشكله اكتر كمان. فكل ده فوائد للكولاجين اللي موجود في بروش تفتيح. تعالي تاني واحد بتقولي ال 111 الالاستين. الالاستين ده يديكي الالاستيسيتي، المرونه. تتكلمي ال 111 بتتكلمي عليهم، بتتكلمي هنا، بتتكلمي هنا، بتتكلمي هنا، كل دي اي خطوط تعبيريه في البشره بيبتدي ان هو يملى الفراغات دي. فبتتكلمي البروش تفتيح موجود في الالاستين يعالج لك ده كله. تتكلمي تالت مكون موجود في البروش تفتيح هو الليكورش، خلاصه العرقسوس. يعمل ايه؟ قال لك يجدد لك الخلايا. طب الخلايا مالها؟ لا الخلايا بتموت، ده طبيعي. وكمان بنزود عليه بقى مكياج والتراب والتلوث والشمس. فبتتكلمي الليكورش الموجود في البروش تفتيح يجدد لك الخلايا، يحافظ لك على الخلايا الحيه، يفتح لك البشره. تتكلمي الليكورش موجود في بروش تفتيح لو دهنته بطريقه دائريه، الهالات السوداء قبل النوم، الهالات والانتفاخات دي، الليكورش موجود في بروش تفتيح يضيعها، يقول لك تفتيح المناطق الحساسه. قلت في الاول تفتيح المناطق الحساسه هو الليكورش المسؤول عنها. فبتتكلمي الليكورش اللي موجود في بروش تفتيح هيديكي كل الفوائد، يقول لك الاشارب مكان هنا وهنا،
انت بتروحي وتلاقي ان هنا دي لون ودي لون او البشره. انت اللي بتروحي مش انا اللي بروح. انا اللي بروح. ايه اللي انت بتروح يعني بتلاقي لا وبرده في لو حضرتك مثلا بتبقى سايق العربيه السواق انا بهزر معاك طبعا السواق الدراع الشمال غير ده بالظبط بيكون مشكله كبيره فعلا. ليه الكرش الموجود في بروش تفتيح يديك التفتيح ده ده ثالث مكون. طب تعالي رابع مكون البنسلون. يقول لك البنسلون موجود في البروش تفتيح عشان الترطيب عشان يحافظ لك على كميه الميه والنضاره. يقول لك البنسلون موجود في بروش تفتيح مضاد للفطريات مضاد للبكتيريا مضاد للجراثيم عشان الجفاف بتاع البشره اللي ما بقاش شتاء بس بقى شتاء وصيف. في ناس اصلا طبيعه بشرتها كده هي بشرتها جافه صيف شتاء هي بشرتها تكلمي بروش جافة. تفتيح موجود في البنسلون يحوط لك ده. خامس مكون عندك الفيتامين سي. فيتامين سي موجود في بروش تفتيح يديكي عارف اللي بيعملوا ماسكات عشان حته لون وحته لون. فبتتكلمي الفيتامين سي يوحد لك لون ويفتح لك اللون. كل المشاكل دي بروش كريم قادر ان هو يعني وقايه. وانا شايفه اكملهم لك باختصار علشان اعرف وقتك. تكلمي كمان يقول لك وقايه من اشعه الشمس فيتامين سي. يقول لك فيتامين سي كمان يديكي النضاره والاوعيه الدمويه تفتح. ده خامس مكون. سادس مكون باختصار الكوجيك اسيد. كوجيك اسيد موجود في بروش تفتيح عشان نمش الكلف. تكلمي كمان مع الكولاجين. يا دكتور ان هو كل مشاكل البشره او اي حاجه اي حاجه ليها علاقه بالبشره اي حاجه ليها مشكله بروش تفتيح هيحلها بيكون بروش ان شاء الله يحلها ان شاء الله. الناس تتواصل مع صفحته. منورتني يا دكتور. يا رب دايما ان شاء الله معايا في حلقات جايه كتير. شكرا جدا. ميرسي ليك.